شركة سلامات البطرة. طبعا احنا مشكلتنا تتمثل في حرب مع الفلول، يعني مشكلتنا تتمثل في رجل يريد ان يزج في العمال في مشكله سياسيه كبرى. المشكله مش مشكله بدلات ولا مشكله فلوس، ابو العنين يمتلك من المال ويمتلك من قدره التشغيل الكثير والكثير. وحشانا ورايح فين؟ وحشانا ورايح فين؟ يا ابو العنين مهما تقول، يا ابو العنين مهما تقول، انت واحد من الفلول، انت واحد. ولكن هي كلما اقترب ميعاد الموقعة الجمل او محاكمته في موقعة الجمل، وطبعا احنا عارفين ان هو رقم 5 فيها، يعني المدهين رقم 5 او يعني هو بمعنى اصح هو من مموليها ومنفذيها في نفس الوقت. زائد ان ابو العنين يعني هو منفس خليج ترى على ارض مصر. انا عايز اعرف ده دافع ليه؟ ده دافع ان المشكله اللي احنا فيها دي ما هيش مشكله عماليه، هي مشكله سياسيه، عايز يزج بهؤلاء العمال في بحر من الظلمات، في مشكله مع الجيش، في مشكله مع الحكومه، في مشكله مع المحافظ، عشان يكسب من ورا ده استثمارات في اراضي سحبت منه. لغايه دلوقتي ابو العين يمتلك مساحات كبيره من الاراضي لم تستغل بحكم المحكمه وبحكم القضاء، هو لم يستغلها لمده 10 سنين، فلذلك هي سحبت منه، فلذلك هو يضغط على المحافظه وبيضغط على المحافظ. المشكلة مش في 6000 عامل بس، هم فعلا 6000 عامل فعليين بيشتغلوا في المصنع، لكن شوف العمالة الغير فعلية. انت بتيجي انت بيتعامل معاك، بيتعامل معاك شركات نقل، بيتعامل معاك شركات خامات، بيتعامل معاك شركات جليزات ومواد خام فاتحه بيوت الاف من العمال. اذا القضيه مش المشكله مش في الست الاف بس، في 6000 عامل بس، هو عايز يصنع ازمه في الاقتصاد المصري، ازمه في الاقتصاد المصري عشان يضر بالاقتصاد المصري. طب تقول لي ابرر لك ده بايه؟ ابرر لك ده بالكلام اللي بيقوله، كل شويه اقول لك ولع في المصنع، احرق في المصنع، ليه احرق وليه ولع في المصنع؟ عشان لو هو بعت حد يحرق ويولع في المصنع، اولا يبقى خلص من العمال، ثانيا استفاد من التأمين. جاي علينا التمثيلية، جاي علينا التمثيلية، العب غيرها الليلة دية، العب غيرها الليلة دية. هيستفاد هو من التأمين وحده بس، وزي ما انت شايف كل هؤلاء العمال هيكونوا مشروع للبلطجة على أرض محافظة السويس. قول للعامل ازاي هياكل، قول للعامل ازاي هيشرب بعد أن يشردوا مثل هذا الرجل. هو كلما اقترب ميعاد المحاكمة، كلما اقترب ميعاد الانتخابات، قبل انتخابات مجلس الشعب عمل فينا نفس القصة، قبل انتخابات مجلس الشورى عمل فينا نفس القصة، اللي داخلين على انتخابات الرئاسة بيعمل نفس القصة. أزمات مفتعلة، والله العظيم هي ما أزمات رأس مال. أبو العنين يمتلك من صناعة السيراميك، صناعة التراب يحول إلى ذهب، هؤلاء العمال يحفرون بأناملهم في التراب ثم يحول هذا التراب إلى ذهب، تسير عليه هؤلاء الناس جميعا. الصناعة اللي هو بيقول على العمال دولك بلطجية، العمال دولك خلوا المصنع بتاعنا ثالث مصنع على مستوى العالم، ثالث مصنع على مستوى العالم في إنتاج السيراميك يكون عماله بلطجية. العمال دي بقى لها 12 سنة من أول لما كان الارض اللي هو واخدها دي تراب، بنوا من هذا التراب هذا الصرح العملاق الذي يضر على صاحب المال بفائض كثير ووابل من الاموال، ويعطي العمال الفتات الفتات، وحينما تقول له ارباح او تقول له بدلات يقول لك انا بخسر وبضحي من اجلكم. اي تضحيه اللي بيقول عليها، اي تضحيه اللي تزج ب 6000 عامل في المصنع، هو عايز يظهر نفسه وطني باي وسيله. جبت سياسة الرأسمالية، جبت سياسة الرأسمالية، المسيرة دي سلمية، المسيرة دي سلمية، جبت سياسة الرأسمالية، جبت سياسة الرأسمالية، المسيرة
مسيرة دي سلمية ضد شوية حرامية ضد شوية حرامية من أي شيء لأن السويس وعمالها بفضل الله سبحانه وتعالى عمال أحرار هنكمل المشوار.